بنسخته الثامنة افتتح المعرض الفني السنوي لجمعية الفنانين التشكيليين في ديالى، وبمشاركة فنانين من مختلف المحافظات العراقية شاركوا بالكثير من اللوحات الفنية والتشكيلية التي جسدت الحياة الطبيعية والاجتماعية. اليوم نحضر افتتاح المعرض السنوي لجمعية فنانين التشكيل محافظة ديالى الثامن. هذا المعرض ارتئينا ان يكون في ذكرى وفاة الفنان اسماعيل الخياط، فنان على مستوى العالم مدينة خانقين. المعرض امتاز السنة بالضيوف، احنا استقبلنا ضيوف من خمس محافظات: سليمانية والأنبار وبابل وواسط وكربلاء. هذه مشاركة مهمة بالنسبة لي، لأنه مع فنانين من مختلف المحافظات، مع فنانين مهمين كبار. هذه المشاركة هي مهمة لأنه تخلق حوارات بين الفنانين، يعني التعرف على تجاربهم بشكل أقرب، ويصير هذه الحوارات اللي بيناتهم بين أعمالهم أيضا. معرض جميل وأعمال رائعة، يعني اختارتها لجنة من الفنانين، اختاروا الأعمال مستوى عالي وتجربة جميلة، تقنيات متعددة، مشاركة واسعة طبعا من فنانين ديالى، فضلا عن أنه استضافينا في هذا المعرض فنانين من محافظات أخرى. حضور جميل جدا ونشاط رائع، يعني ينحسب للمحافظة، محافظة ديالى فنانيها معروفين دائما بالأعمال الزاخرة والنشاطات الفنية المتعددة. من خلال لوحاتهم الفنية أرسلوا رسالة مفادها إن محافظة ديالى مدينة التعايش السلمي، مطالبين الجهات الحكومية بدعم شريحة الفنانين للارتقاء بمستوى الفن في المحافظة. الفن رسالة محبذ وسلام، وتترفع فوق كل الأشياء الطائفية والأشياء العرقية، وعشان التعايش السلمي ينشر رسالة سلام ومحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي بعامة، وديالة بالذات عانت ما عانت في الأزمنة السابقة، يعني في الفترات السابقة مما عانينا من عدها، والعراق بصورة عامة وديالة بصورة خاصة. فالحمد لله والشكر عدت هاي المرحلة، وهسه احنا مرحلة انفتاح وتعايش سلمي وسلام بين أبناء المحافظة. والله ما كل عام إحنا نتمنى من الحكومات المحلية ومن الحكومات اللي يعني بصورة عامة دعم الفنان، لأن الفنان ده يصرف من جهده ومن يعني من جيبه، إحنا نقول جيبه الخاص في دعم الحركة، إحنا رسالتنا الفن. فإحنا حقيقة ما عدنا عدا جمعيتنا المركز العام يلا تدعمنا. أكثر من 70 عمل فني بمختلف الأساليب والمدارس الفنية التي عبرت عن رؤية الفنانين وأفكارهم في نشر المحبة والسلام والتعايش السلمي في المحافظة. من محافظة ديالى عبد الله الباش، قناة الرشيد الفضائية.